الحمد لله، الصلاة والسلام على أشرف خلق الله سيدنا محمد ومن والاه، وبعد، أحييكن الغاليات بتحية الإسلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أول شيء اللهم لك الحمد يعني على هذا التوفيق وهذا التيسير، الحمد لله. يعني حركة الوعظ وحركة الدعوة وحركة الحراك، خلينا نقول النسوي في ذا المجال، ما شاء الله تبارك الرحمن، يعني الحمد لله هذا فضل، وجزاكم الله خير لأنكم يعني اخترتوا وتكرمتوا بأنه أنا أكون اليوم بينكم، فهذا تشريف لي، جزاكم الله خير. وسأل الله تعالى يعني أنه تكون ما تكونوا تعنيتوا على الفاضي إن شاء الله، يعني نحاول بقدر الإمكان أنه إحنا نتكلم اليوم، وكالعادة أنا أحب أنه ما نتحدث عنه ما يكون عادة مكرر، يعني ما تكون المعلومات مكررة أو نعرفها، لأنه ما يعرف يعرف ونستطيع أنه إحنا نلقاه، لكن يبقى أنه إحنا نحتاج نستكشف ما هو الجديد عن أنفسنا، وخاصة الآية الكريمة ونفس وما سواها. يمكن أكثر شيء يساعد الإنسان أنه الإنسان يعرف نفسه، فإذا جهل الإنسان نفسه جهل ربه، يعني علاقة الإنسان بربه تبدأ من خلال علاقته بنفسه، فإن عرف نفسه عرف ربه. يعني سبحان الله، الله تعالى لما قال وفي أنفسكم أفلا تبصرون، وكأن الله تعالى هنا يخبرنا إنه إذا باغي توصل إلى الله تعالى وإلى طريق الله تعالى، لازم أول شيء تعرف نفسك، لأنك إن عرفتها ها ملكتها. وأغلب الناس اللي يعيشوا مشاكل في حياتهم، واللي عندهم صراعات في حياتهم، واللي عندهم أحياناً تحديات، هم في واقع الأمر ناس لا يعرفون أنفسهم، بمعنى إنه أساساً ما يجلسوا جلسة تحليل كذا ويسأل نفسه أنا ليش صار لي اللي صار لي. أغلب الناس إيش تقول؟ هذا ابتلاء، إنه هذا أو عين أو حسد أو غيرها من الكلمات، لكن في واقع الأمر هناك سنة عند الله تعالى أنه ما في شيء إلا نتيجة لشيء معين، يعني إذا كنت تعيش حياة معينة فاعرف أنك أنت السبب فيها، إذا كنت تعيش حياة سعيدة فأنت السبب فيها والله تعالى جعلك السبب، وإن كنت تعيش حياة تعيسة فاعرف أن هناك أخطاء أنت ارتكبتها وما جلست مع نفسك وتفكرت فيها وشفت ليش. لأن الله تعالى لا يظلم ربك أحد، هذا شيء. الشيء الثاني، كل نفس بما كسبت رهينة، يعني الآيات واضحة، أنت تحصد ما تصنع أو ما تزرع. لكن كيف أعرف نفسي؟ كل حد يعرف النفس بمعاريف وأشياء، تجد إنه الإنسان أحياناً ما يعرف، يقول أنا ما أعرف نفسي، وهذا الشيء إيش يخليه دائماً يعيش في صراع بينه وبين نفسه، بمعنى أحياناً يكون الإنسان حتى كاره نفسه، يعني من كثر ما عنده مشاكل يصل إلى مرحلة يكره نفسه، يقول أنا ما طايق حياتي، أنا ما طايق نفسي. ولو جلس جلسة تأمل وتفكر فإن الآيات تخبرك حقيقة نفسك. لكن أنا قبل ما أدخل في العميق، إيش النفس بالنسبة لكم؟ كيف نعرف النفس؟ ما النفس؟ ما يقول في الخاطر؟ النفس ما يقول في الخاطر؟ عجب إذا النفس ما يقول في الخاطر، الفكرة مو؟ إذا النفس هي ما يقول في الخاطر، الأفكار ما هي؟ ها؟ ماذا نقصد بالنفس؟ طيب أنا هغير السؤال شوية، هغير السؤال على أساس أنه أساعدكم، لأني دخلت كذا خط قوية شوية من نفس. لو جيت قلت اسمك الكريم فتحية، عرفي لي فتحية، من فتحية؟ الشخص وحده، نفسه هو الشخص ذاته. إيه طب لما جي حد يسأل فتحية، ما هي فتحية؟ من هي فتحية؟ لما تجي تعرفي نفسك، من هي فتحية؟ حبوبة وخلوقة. هي تتكلم. لا شك إنها حبوبة وخلوقة، لا شك، هذا ما نختلف فيه، بس أنا قصدي لما جي حد يسألها من فتحية؟
أنها تعرف نفسها بأنها بنت فلان الفلاني، ربة منزل أو تشتغل أو كذا، صح؟ دائما نعرف أنفسنا من خلال وظائفنا، من خلال أسماءنا، من خلال أماكن سكننا، من خلال أصولنا، من خلال آبائنا، من خلال أجدادنا، من خلال، لكن عمرنا ما عرفنا النفس بالنفس. يعني ما هي هذه؟ هذا ما أنت عليه الآن، هذا الشكل المادي لنفسك، لكنه نفسك الحقيقية هي وش؟ أول شيء اعرفوا أن النفس شيء لا يلمس، حاجة ما ممكن أنا ألمسها، ما ممكن أنه أنا ألمسها، لكن الله تعالى عرفها، نعم؟ عفوا؟ مثل الروح. هل الروح هي النفس؟ إيش الروح؟ ما ورطت نفسك؟ ها؟ قل أما كنت ساكتة وكنت هادية وقالت أسمع، إيش اللي ورطني؟ ما الروح وما النفس وما الجسد؟ هاي طبعا ثلاثة أشياء، والعقل والقلب هذا أيضا أشياء، ها، والفؤاد هذا أيضا شيء، وكل شيء له معنى. وأنا ما أريد أدخلكم في المتاهة هذه، لأن لو جلست أتكلم عن ذي الأشياء بطول وبخرج عن موضوع المحاضرة، ولكن ربما إذا الله تعالى شاء لنا وقت وفيه بميز لكم إن شاء الله بين الثلاثة أمور، ما بين الروح والنفس والجسد والعقل والقلب والفؤاد، تمام؟ هذه المصطلحات إن شاء الله إذا صار في وقت بإذن الله تعالى. طيب، ونفس وما سواها، يمكن أكثر آية الله سبحانه وتعالى اللي هي في سورة الشمس، لكنه قبل ما نتكلم بس عشان أخبركم إنه إن شاء الله سنتكلم عن ثلاثة أمور. أنا كنت باغية يعني إنه بس أنا ما شايفة ورقبتك ذاكها تستوي، أنتم شايفين الثلاثة، بس أنا كنت أتمنى إنه يكون هنا. راح نتكلم أول شيء عن النفس، راح نتكلم عن خصائصها وعيوبها، لأنه للنفس عيوب وللنفس أيضا مزايا، وراح نتكلم كيف أنا أزكي هذه النفس، بمعنى أنه كيف أطورها، أنميها، أحسنها، أطهرها إلى آخره. طيب، قبل ما نبدأ نستمع إلى أو نرى الآيات، لا نستمع، نرى الآيات، والشمس وضحاها، إلى أن نصل إلى الآية ونفس وما، مو قال بعد ذلك، فألهمها فجورها وتقواها. وكأن الله تعالى يخبرنا أن النفس هي شكلين أو عندها خاصيتين، خاصية الفجور وخاصية التقوى، فجور وتقوى، يعني النفس هي عبارة عن مجموعة من الخصائص. هين موجودة هذه الخصائص في النفس؟ موجودة في أربع أماكن في النفس الإنسانية، في أربع أماكن أو في أربعة أقسام في النفس. الفجور والتقوى موجودين في الأربعة هذه. طيب، لما الله تعالى يقول فألهمها فجورها وتقواها، كأن الله تعالى قدم الفجور على التقوى. طب إيش يعني الفجور؟ هل يقصد بالفجور الكفر مثلا؟ الميل إلى تميل إلى الهوى، الميل إلى الهوى مثلا ممكن، لكن لما الله تعالى يقول ألهمها فجورها وتقواها، يعني صحيح إن النفس تميل إلى الهوى، لكن الفجور لما جاء ركز فيها بلاحظ إنه هي أول شيء الفجور عكس التقوى، صح؟ الاثنان عكس بعض، وكأن الله تعالى يقول لي إنه في صفات إيش نسميها العيوب، العيوب في النفس قدمت على إيش؟ على المزايا، العيوب في النفس قدمت. والدليل على ذلك يوم تستوي مصيبة عند الإنسان، مو يسوي الإنسان أول شيء، طبيعة الإنسان يجزع، صح؟ ولذلك الجزع من الفجور، تمام؟ الجزع من الفجور. ليش؟ لأنه الإنسان دائما بطبعه
لما اصلا يصير شيء، يعني مثلا وحده ولدها تتصل فيه وما رد عليها، اول شيء تفكر فيه استواله شيء، صح؟ فاذا من الفجور هو ايش الصفه او التفكير السلبي، على طول انا افكر في الشيء السيء ما افكر في الشيء الايجابي، ما اقول باذن الله تعالى هو بخير او شيء. طبيعه الانسان كذا، ولذلك حتى لما يستوي مثلا موقف او حاجه دائما ما يقدم الانسان الشر. ليش؟ لان الله تعالى خلقه وفطره فقدم لديه السيء، ولذلك قال فالهمها فجوره، يعني جاء اول شيء السيء وبعدين جاء اللي هو التقوى الايجابي، الشيء الايجابي. هل هذا عيب؟ لا، ما هو اصلا الله تعالى لما خلقك وسوالك النفس وقال لك يا نفس اسكني في هذا الجسد الوعاء، الله تعالى يعلم انه حط لها الفجور. ايش يعني حط فيها هذه الصفات والعيوب؟ لماذا؟ حتى يكون دورك هو ايصالها الى التقوى، يعني حتى يكون دورك تدريبها بحيث انه انت تزكيها. بمعنى لما نقول قد لما يقول الله تعالى في كتابه الكريم قد افلح من، اذا دورك انت في الحياه اصلا تزكيتها. ليش؟ لانه هي اصلا فيها هذه الصفات اللي هي تحتاج الى تحسين، وبالتالي اعطاك ادوات واعطاك وسائل واعطاك كذا. فقال لك ألهمها فجورها وتقواها، معناته هي فيها الشيء الجيد أيضا، لكن هذا الشيء الجيد ماله؟ ما ظاهر، بمعنى موجود لكنه ماله؟ ما ظاهر. ودورك أنت ماذا؟ تظهره، وهذا ما يعرف بالتزكية. لما الله تعالى قال قد أفلح من زكاها، أي من أظهر الأشياء الحسنة والأشياء الطيبة اللي موجودة في النفس. أين توجد؟ أين يوجد الفجور والتقوى في النفس؟ هين موجود بالضبط فينا؟ في القلب ممكن، العقل ممكن، لمعاء ممكن، بعد قول شيء ثاني صح وإحنا خاطفين. أول شيء الأعضاء في جسم الإنسان لا تعب بر، يعني إيش؟ يعني لما أقول العقل ما أقصد بالعقل الدماغ، العقل يعني الإدراك، عملية. لما أقول يعقلون أي يدرك، لما يقول الله تعالى يعقلون أفلا يعقلون أفلا يعلمون، معناته يقصد بها عملية الإدراك، فالعقل هو عملية الإدراك. ولما يقول لهم قلوب لا يفقهون، معناته أيضا عملية إيش؟ الفهم، ما يقصد بها عضلة القلب، ما يقصد بها عضلة القلب نفسها. عضلة القلب وعضلة أو الدماغ أو أجهزة الجسم الإنسان تؤدي وظيفة جسدية، لكن هناك أشياء لا يلمسها الإنسان لكنها موجودة في تركيبته في داخله، هي جانب غير ملموس. أما الجسد هو جانب ملموس. النفس شيء لا لون له ولا رائحة ولا طعم، لكن له خصائص. هنشوف ما هي هذه الخصائص وين موجودة بالضبط. قلنا النفس هي شيء غير ملموس، حاجة أنا ما أقدر ألمسها، لكن أقدر أعرفها من أربع جوانب. إيش هي هذه الجوانب؟ أربعة جوانب هي العقل، المشاعر، الرغبات، والأفكار. إيش يعني؟ يعني نفسي عبارة عن أربعة أشياء. نفسي عبارة عن عقل، وقلت العقل مش يعني الدماغ، العقل يعني عملية إدراك، وعندي مشاعر، وعندي أيضا إيش؟ رغبات، وعندي إيش؟ أفكار. في إنسان ما عنده هذا الشيء، الأربعة أشياء هذه؟ في حد ما عنده؟ يعني في حد مثلا بدون عقل؟ ما ظني. في حد بدون مشاعر؟ في حد بدون أفكار؟ ما عنده أفكار؟ أنتوا الحين معي وأنا عارفة في منكم مسافر مع أفكاره عادي، تمام؟ لأنه الإنسان دائما في عملية إيش؟ النفس دائما في إيش؟ شغل دائم وفي إدراك دائم.
لما الله تعالى قال فألهمها فجورها وتقواها، يحتاج نعرف الجانب الفجور اللي موجود في الأقسام الأربعة هذه. يعني لما يجي حد يقول لش ما هي النفس، هي أربعة أركان، هي عملية إدراك، وهي عملية مشاعر، وعملية رغبات، وعملية إيش؟ تفكير أو أفكار، تمام؟ فإذا النفس مكونة من أربعة أشياء هذه، وعلى فكرة الأربعة أشياء هذه متصلة ببعضها البعض. بمعنى الآن أنا على سبيل المثال أدركت، أو خلينا نقول أدركت مثلاً إنه إذا أنا فتحت أو خليتها مفتوحة هذه الزجاجة الماء وجيت وميلتها، إيش يحصل للماء؟ انسكب، صح؟ وبالتالي أنا يوم تنسكب إيش يحصل لي مثلاً؟ أنزق، صح؟ هذه مشاعر. فبالتالي في ما أدري، أنا سمعت قصة الحين متداولة في الإنستغرام إنه في نزوة في السكن في أصوات، سمعوا أصوات وكذا، ها؟ طيب الآن شوفوا الفكرة، العقل كيف؟ العقل أنا شفت الموقف الآن، شفته بعيني، صح؟ إحنا شفناه، بس هل متأكدين إنه حقيقي؟ هل أنت متأكد إنه حقيقي؟ لكن أول ما شفتيه وسمعت الصوت مو جاكم شعور ويش؟ خوف. لو بعده يتعمدوا يرسلون في الليل، أنا لاحظت إنه مثل هذه الأخبار ترسل في الليل، ليش في الليل ما أعرف، عشان تكتمل الدائرة. إيش الفكرة اللي بتصير بعدين؟ السلوك، الفكرة اللي بتجي في بالي، ما بس عدم النوم. إذا عندي بنت وهتتخرج، هتخلص ثانوية أو ثاني عشر، وإذا هتروح كلية نزوة، يا جامعة نزوة، مو هتسوي؟ مو الفكرة؟ ما دخلها بنتها، بتقولها ما أدخل، لأنه سكنهم في إيش؟ فكرة. شفتوا كيف الفكرة؟ طب هل الفكرة حقيقية؟ طبعا أنا هنا لاحظوا فسرت وحللت بناء على شيء واحد شفته وسمعته، صح؟ لكن هل أنا متأكدة؟ هل أنا رحت للمكان؟ وبالتالي أنا اتبعت ماذا هنا؟ هواي. لأنه هواي يقول لي إنه هذا مكان ماله مخيف، وخلاني إيش؟ أبقى أقرر إنه أنا بنتي ما أدخلها، أو أنا إذا طالبة ما أروح، لأنه جامعة نزوة في السكن ما لهم عندهم إيش؟ جين. بعد ذلك وأنا متأكدة إنه كل إنسان لما يشوف مثل هذه المنشورات يشوف التحاليل تحت الكلام وش مكتوب، بنعرف نبحث عن الحقيقة. هذا بعضهم، لكن البعض مو يسوي، يأخذها كأنها مسلمات، يأخذها كأنه إيش؟ خبر، يعني خلاص حقيقي، أيوة. لكنه أنا ما رحت ولا شهدت ولا بحثت، ما أنا ممكن ينشر لي أشياء كثيرة في التلفزيون أو في وسائل التواصل، هل كلها حقيقة؟ وبالتالي هنا عقلي هنا أدرك صوت، بس الصوت ما شرط يكون حقيقي. أيضا الأمر الآخر شعور الخوف، أنت لماذا خائف؟ ليش جاكم خوف؟ من الصوت نفسه؟ ها، من إيش جاكم خوف؟ إن السؤال يا ترى مو ذا الصوت، صح؟ شيء مجهول. ولذلك الإنسان كلما كان جاهلا بشيء خاف منه، خاف منه. يعني إحنا لا نخاف، يعني على سبيل المثال لما قلت الأم تتصل بولدها قزعت، صح؟ قزعت، ليش قزعت؟ خافت من ويش؟ عن يكون، بس هل هي متأكدة؟ هي خايفة لأنها لا تعلم ما الذي حدث له. فنحن لا نخاف إلا عندما نجهل. ولذلك إيش اللي يصير؟ عادة الإنسان عندما يجعل جهله يتحكم به، الجهل، وهذا هو الفجور، واحدة من علامات الفجور هي الجهل، فيبدأ إيش يتحكم فيه؟ الجهل إيش يخليه؟ يخاف. لكن لو جيت وقلت أنا إيش؟ تمام، أنا الحين تأخر والدي بس ما اتصلت به، أو أنا الحين ما عندي دليل يقول إنه هو صار له شيء، فهل يفترض أستجيب لهذه الفكرة؟
فكرة الخوف أو أنه أنا عندي أنه والدي صار له شيء، يفترض لا أستجب. لكن من يعقل هذا الأمر؟ من اعتاد أن يستخدم عقله. إحنا مو نسوي عملية الإدراك عندنا ما شغالة. إيش يعني؟ يعني مباشرة أسمح للأفكار، الأفكار السلبية، وبعدين مشاعري تدخل، وبعدين بناء عليه إيش أتصرف بطريقة مالها تناسب هواي. إيش هي؟ أسيء الظن، صح ولا لا؟ أسيء الظن، مثلا أتصرف تصرفات غلط، أتوتر، يمكن أحرق العيش وأنا جالسة أطبخه، صح ولا لا؟ فبالتالي هنا أتبع إيش؟ هواي اللي يخليني أتصرف تصرفات خاطئة. تعالوا نتعرف أول شيء على صفات الفجور كلها الموجودة، ونتعرف أيضا على صفات التقوى الموجودة والله سبحانه وتعالى أعطانا إياها، وقالنا أيضا كيف نرتفع ونقلل الفجور حتى يرتفع التقوى، وخبرنا كل شيء بالآيات. بس إحنا ترى يعني الآيات نتعامل معها إيش؟ كم قرأت اليوم فلانة؟ قرأت 3 أجزاء ما شاء الله تبارك الرحمن، وبعدين ما أدركت منها؟ هذا بيصير، لكنه سنجد إن الله تعالى يخبرنا أسرار وأخبار عن الإنسان نفسه. شوفوا معك الآن الصور. العقل فيه شيئان، ها؟ ذكر وجهل. في ناس ذاكرة وفي ناس مالها جاهلة، يعني في ناس عندها إدراك ولأنها تعلم. يعني أعطيكم على سبيل المثال، عندما توفى الرسول صلى الله عليه وسلم تباينت ردود أفعال من الصحابة، صح؟ فمثلا على سبيل المثال اللي هو عمر بن الخطاب رضي الله عنه، غضب وقال إنه أي حد يقول إن محمد مات ماله؟ راح أقتله. في حين شوفوا، لأنه طبعا مستوى الذكر، شوفوا برغم أنهم كلهم صحابة، لكن لاحظوا مستوى الذكر عند أبو بكر الصديق، مستوى الذكر عنده، والذكر هو طبعا يقصد به أيضا العلم. ماذا قال؟ وما محمد قد خلت، أفإن مات انقلبتم. تذكر وعرف أنه النبي محمد ماله بشر، صح؟ وأن الموت يكتب له كما يكتب، ولذلك لأنه إيش؟ عقله شغله. وإيش اللي كان عنده؟ كان عنده ذكر، ولأنه عنده الإدراك استدعى الآية التي تجعله ماله ثابت. هنا تحكم وإيش؟ بردة فعله، صح ولا لا؟ وبالتالي هنا التقوى عنده أعلى ما يكون. ليش؟ لأنه عرف كيف يدير، عنده ذكر ما عنده جهل. في هذه النقطة جهل عمر، لكن أدرك من أبو بكر. طيب أيضا هنا عندنا جانب المشاعر، إيش عندنا؟ عندنا في سلبية وفي إيجابية. طب بالنسبة للرغبات، في رغبات الحلال وفي الحرام. وطبعا على فكرة يعني هي الأصل في الرغبات إيش؟ الحلال. الأصل في الرغبات الحلال، ولكن الله تعالى حرم عشان تصير عملية إيش؟ تنظيم. لأنه أنا لو أتبع رغباتي واتبع هواي إيش يصير لي؟ أفمن اتخذ إلهه هواه، وإيش صار؟ إيش يصير له؟ يضل، صح ولا لا؟ وبالتالي يصبح أعمى. يعني على سبيل المثال، واحدة من النوع اللي لما تشوف الأكل تنسى عمرها وتصير موه الأخضر واليابس، تأكل الأخضر واليابس. خلاف قومي فلانا نصلي، ما قادرة، خلا نصلي التراويح، وفوادي والله صلي التراويح لكن ما قادرة، أقوم أرقد شوية. هنا الأكل حلال ولا حرام؟ حلال، ولكن عملية الضبط هنا إيش صارت؟ هنا الإسراف هو اللي حرام، الإسراف في الطعام وأكل الطعام هو اللي حرام. ولذلك الرغبات فيها الحلال وفيها الحرام، بمعنى حتى نعدل المقادير. طيب الأفكار،
فيها الوهم وفيها الحقيقة. إيش رأيكم إنه أغلب ما يفكر فيه الإنسان هو وهم؟ ليش؟ لأنه ما تفكر فيه هو عبارة عن أسئلة ليست لها إجابة، ولكن أنت وحدك جالس تفترض، من جهلك جالس تجاوبها. شوفوا لاحظوا من يدير العملية؟ العقل. فإذا كان العقل جاهل هيعطي القيادة حال من؟ حال مشاعره، حال أفكاره، حال رغباته. إذا كان الإنسان جاهل، على سبيل المثال الإنسان اللي ما ذاكر الله تعالى كثيرا أو ما عنده إدراك، لما تصير له مصيبة مو يقول حال مو أنا بس يا رب، صح ولا لا؟ يقول ليش أنا بالذات، أنا مو سويت في حياتي عشان كذا يصير لي. لكن المؤمن الذاكر ماذا يقول؟ إنا لله وإنا إليه. استرجع، يسترجع على طول إيش ما يذكر، لأنه عنده إجابة إنه الموت أصلا. يسترجع يقول تعال إن الله تعالى قال إنه هو يبتلينا بنقص في الأموال والأنفس والثمرات وبالخوف وبالجزع وغيره. الله تعالى قال، وقالنا إنه إحنا في النهاية إيش؟ إنا لله، نحن ملك لله، وفي النهاية راجعين له، يعني لا نملك من الأمر شيء. فإيش يحصل؟ يثبت، ضبط المشاعر. ليش؟ لأنه أدرك، عقله شغال، لأنه موجود عنده الذكر. أيوة، فهو يدرك أنه لازم هذا الابتلاء هذا جزء من حياتي. فلما تكون ردة فعله مش تكون ردة فعل ثابتة، فيتحكم في مشاعره، لا يتقول على الله إلا الحق، لا يقول إلا ما يرضي الله. هذا الشيء. الشيء الثاني إيش؟ يصبر، يصبر ولا يجزع. عكس بعض الناس، في بعض الناس ممكن تموت لما تصير لهم مصيبة، يموتوا. بس لو كانوا من أهل الذكر، يعني العقل مالهم شغال والإدراك مالهم شغال، لإيش قال إنه هذا أمر يحصل. تعرفوا في ناس أحياناً إيش تكون مشغولة كثير بتجميع الأموال، فيصيروا أغنياء 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 أغنياء، وبعدين فجأة إيش ينزل الأموال. المؤمن، المؤمن إيش يقول؟ إنه هذا أمر الله، فيتقبل. في حين إنه ناس ثانية اللي هي أصلاً لا تدرك الله تعالى، أو بمعنى صح لا تدرك أمر الله، ولا تذكره، ولا تعود إلى القرآن، ولا إلى أمر الله، ولا تتفكر في الحياة، إيش تسوي؟ إيش تكون ردة فعلها؟ يمكن يموت، أو يقول أقصى شيء، ما يقول محسود، أنا إيش؟ محسود، هذا يحسدوني، ما حد حاسدني غير حياني، هم هذه الأقارب العقارب، يقول كذاك. طيب بعدنا نعرف أكثر. الفجور نعرفها من خلال الآيات، تمام؟ راح نعرف الآيات. الآية رقم 1 عند العقل، زين ولا للناس حب، إذن هذا ما زين للإنسان، فعادة هذا ما يشغل عقل الإنسان اللي هي إيش؟ الحياة، حب الولد، حب الأموال، حب الشهوات. طبعاً إنزين، بالسؤال شوي بغيت أنك تفكر فيه. الله تعالى قال زين للناس، الناس من؟ أيوة إنزين، كيف للناس وبعدين النساء؟ أليس من ضمن الناس نساء؟ لا لا، أيوة، النساء لا يقصد بها المرأة هنا. ماذا يقصد بها؟ لأنه الله تعالى قال زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير. طيب النساء هنا، تو لو كانت الناس فقط الرجال بنقول، لكن الناس هنا تشمل من؟ أيوة. فهل زين للمرأة أصلاً حب النساء؟ يعني النساء يحب النساء كذا، يعني معناته خارج عن الفطرة، صح؟ هذا خارج عن الفطرة، شيء ما غير مقبول، يحصل لكنه ليس من الفطرة. الله تعالى هنا يتكلم عن ما فطر عليه الإنسان، ما فطر عليه الإنسان. هنا لا يتكلم عن الحالات الشاذة الخارج عن الفطرة، الله تعالى ما يتكلم هنا، لا يتكلم عن الحالات الشاذة. ولذلك النساء هنا لا يقصد بها الحريم. ماذا يقصد بها؟
ما أصل النساء هنا؟ إيه بس كلمة النساء، النساء هذه إيش معناها؟ الناس قلنا الناس رجال وحريم، لكن النساء ماذا تعني؟ ما أصل الكلمة نسي؟ النسيء مو هو النسيء، مو النسيان، غير النسيان، معنى آخر. إنما النسيء، ما هو أنا أقول لكم هذا هو الفرق بين من يذكر وبين من لا يذكر. يصعب عليه شوية الإجابة، تصعب عليه. النسيء هو طول العمر والزيادة في العمر والتأخير، يعني يبغى عمره إيش؟ يطول. عشان وإيش؟ يأخذ أكثر. يقول أنا أريد أطول في العمر عشان وإيش؟ بسوي كذا وبسوي كذا وبسوي كذا، فيحب دائما تأخير الأمور، وأيضا في نفس الوقت يحب تأجيل ما يفترض أن يقوم به. أيوة، يحب إيش؟ التسويف، يؤخر أعمال الخير عشان وإيش؟ عشان يحصل على الشيء اللي يريده، رغباته. فتجده مثلا على سبيل المثال يؤخر الصلاة عشان إيش؟ جالس في تجارة، فيقول ليش أنا تو في تجارة وواحي لها الصلاة، فيؤخر الصلاة. فالنسيء يعني الزيادة والتأخير، تحمل المعنيين الزيادة والتأخير، يحب طول العمر ويحب أن يؤخر، أو يؤخر اللي هي أعمال الخير، أو عمره يطول يعني. طيب الآية اللي بعدها، يريد الله أن يخفف عنكم. هذه على فكرة الصفات اللي موجودة في الإنسان، خلق الإنسان هلوعا. طيب بس في آية هناك، إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض. ها؟ أشوف من الشاشة، لكن الشاشة يحتاس كذا. طيب يقول الله تعالى إنا عرضنا، والإنسان في النهاية مو كان ظلوما. إذن أول صفة اللي هي العقل ماله، صفة الفجور في إيش؟ الجهل، جاهل في أصله، جاهل في صفة الجهل. طب الله تعالى قال علم الإنسان ما لم يعلم، معناته أيضا في علمه أشياء، لكنه إيش يحتاج؟ بس يحتاج الذكر، فذكر يعني معناته الله تعالى معلمتك، بس أنت إيش؟ ما تراجع، أنت اللي ما تراجع. لما الله تعالى قال ولقد يسرنا القرآن فهل من أي من عائد إليه حتى يتذكر، فأصلا أنت موجود التقوى صح؟ ما قال فألهمها فجورها وتقواها، إذا المعلومات موجودة، لكن وين المشكلة؟ إحنا ما لا نذاكر ولا نراجع. فحتى يقول الشيخ الشعراوي أنه الذكر هو عبارة عن معلومة تستدعى، معلومة موجودة يتم استدعاؤها، يعني أصلاً موجودة المعلومة لكنه أنا أستدعيها. طيب لما قال زين للناس حب الشهوات، إذن هذا متعلق بإيش؟ بالرغبات. الإنسان طبعه يحب إيش؟ المال. ما قال تحبون المال حباً جما؟ أيضاً تكلم عن أولئك الذين يغرمون لدرجة أنهم يظنون أن ما يحصلون عليه في الدنيا هو بسعيهم، وينسوا قالوا إيش؟ إنا لمغرمون بل نحن محرومون. أغلب الناس اللي تظن أن جهودها هو اللي يوصلها، فإيش بدرجة أنه في ناس مثلا تقول ليش أنا واجد أتعب لما أريد أحصل شيء، واجد أتعب وفي النهاية ما حصل عليه. على سبيل المثال ممكن طالب ثاني عشر يذاكر واجد، يذاكر 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 ومتعلق بالمذاكرة، فيظن فقط أن المذاكرة هي اللي توصله، وينسى أن هناك شيء اسمه توفيق، وأن توفيق الله تعالى هو الذي يجعله يصل إلى ما يريد، ما بس سعيك. صحيح سعي مطلوب، لكن ما هو اللي وصلك للنتيجة؟ النتائج هذه أمر الله تعالى. جهل، التعلق بالرغبات، الضعف. إيش يعني الضعف؟ خلق الإنسان ضعيفا. إيش يعني ضعيف؟ أيوة، يعني الصبر ماله؟ صبر قليل صح؟
يعني مثلا خلينا نقول الإنسان محتاج فلوس، وأولاده مالهم جوعة، وجايتنا شكوى من المحكمة إنه هيسجن. فشخص قال له تو أنت ليش كذاك مسوي؟ روح خذ لك قرض ربوي. فيقول لك ما عندي حل. فمو يسوي؟ ضعيف صح؟ فضعيف ما خلاص ما يقدر يتحمل، يشوف والده جوعان ما عندهم ملابس، صبر بيقول ليش بعدين في النهاية إيش؟ بروح ماشي حل غيره. فإذا في صفة الضعف موجودة صفة الضعف، لكن لو كان من الذاكرين مو كان يقول ومن يتق الله، لو كان من الذاكرين صح، لو كان ممن يعقل، لكنه هو إيش للأسف ضعفه غلب إيش ذكره، ضعفه غلب ذكره. طيب نشوف الجهة الثانية، المشاعر. إن الإنسان خلق هلوعا، يعني طبيعته ماله الهلع. الهلع وش هو؟ الخوف، عبارة عن الخوف. طبيعة الإنسان بسرعة يخاف وجزوع إذا مسه، وإذا مسه الخير منوعا. طيب لآخر شيء، ولقد نعلم ها، ولقد خلقنا الإنسان ونعلم أيوة ما توسوس به نفسه، يعني دائما الإنسان عنده إيش؟ وساوس وأفكار زين، لكن هل هذه الأفكار صحيحة؟ ما شرط. على سبيل المثال واحدة من الأخوات من ضمن الحالات تجي تقول أنا كانت تجيني بعض الأفكار، ولدرجة إنه هذه الأفكار من كثر ما تسيطر علي أشعر بالاختناق، أشعر إنه أنا ما طايقة نفسي. فتقول رحت عند وجه البصارين، رحت عند هذا اللي يرقي وكذا، قالوا لي السحر أنت مسحورة. قلت له زين راوي الشيء منه ذا السحر؟ راوي الشيء؟ قالت لي لا. قلت له كيف صدقتي؟ ومصدقة أنه هي مسحورة. وأغلب الناس للأسف يوم تروح مالها تصدق إنه تراش أنتي مسحورة. أيوة إذا قالوا لها أنتي صلش ضيق، أنتي صلش كذا، وأنتي تتعبي وأنتي ترجعي، هيوة كذاك استوي لي محسودة. أيوة وهي رايحة عشان يأكدوا لها زين، فيقولوا لها أنتي إيش مسحورة. وطبعا هذا أيضا من جهلي بعض طبعا اللي هم الدجالين اللي يقولون هم يرقوا الناس ويعرفوا، هم ما يعرفوا شيء، لأنه أصلاً علامات السحر وعلامات الحسد معروفة، إلها علامات، ما بس مجرد أنه أنا أشعر بضيق وأشعر مع كذا. اللي يعرف بيقول أنت فيش وسواس مباشرة. الذي يعرف الله تعالى حقاً ويذكر الله بيقول أنت عندش وسواس حبيبتي، أي أنه عندش أفكار مالها إحنا نسميه overthinking، يعني نسميه اللي هو التفكير الزايد، عندش تفكير زايد وتفكير ماله، يعني حتى يزيد بها مثلا لما تجي تنام وهي جالسه احيانا وحدها تجيها ايش مجموعه من الافكار السلبيه وتبدا ايش تتعاطى معاها تتفاعل، فلما تتفاعل ايش تسوي؟ تصدقها، فلما تصدقها تعيشها، فانت تعيش ما تصدق، وبعدين تقول قلت لكم لا انت حبيبتي اصلا انت الفكره من اول مصدقتنا، ولو حد قال لها إنه الفكرة اللي تيجي جالسة تقوليها ما صحيحة بتقول لا أنتوا ما شايفين اللي أنا شايفته. حتى الناس اللي عندها الوسواس القهري على فكرة ترى يبدأ الموضوع وسواس، وهين يبدأ؟ في العبادة. مو يقولوا لها، مو يقول لها الشيطان ما متوضية زين صح، فتروح تعيد الوضوء بعدين وهي فكرة في راسها تو أنتي توضيتي زين؟ لا ما متوضي، تروح تعيد. ولذلك حتى الفقهاء قالوا أنه عندما تأتيك مثل هذه الأفكار خاصة في العبادات، لأن الوسواس لا يحضر إلا عند الطاعات، فإيش يسوي؟ يريدك تعصي إنزين، فيقول له إيش؟ لا روح عيد. فلا تستجيب، يقول لك الفقهاء قالوا لا تستجيب، كمل صلاتك. يعني إذا قال لك الشيطان إنه وضوءك، أيضا إذا قال لك إنه أنت
أنت كيف الله تعالى يقبل صلاتك وأنت توك كاذب أو توك غاش في الامتحان، جاي من الامتحان وأنت غاش، كيف تقبل صلاتك؟ فمو يسوي، ما يصلي، يتجاوب. الشيطان دائما وسواس يأتي في الطاعات، أما المعاصي واللي يشجع المعاصي وسواس النفس نفسها، النفس أمارة بالسوء، هي اللي توسوس لك وتقول لك تعال نعمل كذا وتعال نعمل كذا. والدليل إنه أنتوا في رمضان ماله الشياطين ما موجودة صح، لكن من اللي يوسوس لي أسوي المعاصي؟ النفس. يكون كلنا متحمسين للطاعات، لكن في ناس مالها تفعل المعاصي، تصوم في الليل، تصوم في النهار وفي الليل تعمل معصية، معناته إيش صار هنا؟ هنا النفس مالها ضعيفة. ها؟ تو جاي الإجابة إن شاء الله، جايتنش الإجابة. لا تستعجلي. طيب هذه الفجورة عرفنا اللي هو أول شيء الجهل، فيقلل من إدراكي، الجهل يقلل من إدراكي فيخليني إيش دائما أنظر الأمور من منظر إيش؟ من جهلي، أفسرها على كيفي. أيضا اللي هو إيش الرغبات، حب الرغبات يجعلني أيضا ضعيفا ولا أستطيع أنه إيش أتبع الحلال، أروح أتبع إيش الحرام لأني ضعيف. المشاعر في أصلي، فجور المشاعر هو إيش الهلع، أصل الإنسان إيش كثير الخوف وسريع الخوف، وبالمرة على طول اللي يسيطر عليه الشعور السلبي مباشرة. طيب الأفكار دائما الإنسان ما يتعرض لكثير من الأفكار، لكنه أغلبها ماله كاذب غير حقيقي. طيب كيف أزكي هذه النفس؟ قال لك لكل شيء، هذه عذرا، هذه أربعة أشياء، ركزوا معي. العقل، الجاهل ماذا يقابله من التقوى؟ إذن الجزء الجاهل، الجزء الجاهل هناك ماله؟ الجزء في جاهل يقابله العلم اللي هو جزء التقوى. إذن جزء الفجور اللي هو الجهل، وجزء التقوى اللي هو العلم. طيب جزء الرغبات الكفر والشكر، هناك الكافرون وهناك الشاكرون. طيب بالنسبة للمشاعر الهلع والثبات، نقول أعصابه إيش؟ ثابتة صح؟ معناته مشاعره متحكم فيها، أعصابه إيش؟ ثابتة. طيب رقم أربعة الأفكار اللي هي الوسواس والحقيقة، هناك ما هو حقيقي وهناك ما هو غير حقيقي. طيب معناته أنا في ثمان صفات، عندي أربع صفات أساسية، عندي أربع أركان، لكل ركن زوجين، إيجابي وسلبي لو تلاحظوا صح؟ إيجابي وسلبي، هو هذا الفجور والتقوى، لكن للأسف يتقدم الفجور. يبقى أنه أنا لازم أطور أي جزء، الجانب التقوى صح؟ لازم يعني أطور جانب التقوى عندي. طب كيف أطور كل جزء؟ قال لك أهم شيء أنك أنت إيش تكون؟ أهم شيء اللي فوق العقل ماله؟ الإدراك. ليش؟ لأنه إذا الإدراك عندي قوي هقدر أتحكم. على سبيل المثال عشان أوضح وبعدين هنشرح. أول شيء كيف أموركم؟ معلومات ثقيلة شوية؟ ثقيلة؟ طيب بالنسبة لي أعطيكم مثال، مثلا امرأة، أنا دائما ذا المثال أجيبه عفوا يضحك هاللحرين، امرأة تتصل بزوجها ما رد عليها، مو قالت ها؟ ايه بالضبط، شكله يكلم وحده يخونني. يا بنت عندش الدليل؟ ما عندي الدليل. هذه المرأة الإيش عادة، لكن الإمرأة الذاكرة مو تكون ردود أفعالها تصبر. أه؟ تصبر تتحكم، وش تسوي؟ إيش يعني تصبر؟ أنا هذه اللي تصبر، هذه أبغى إلها فعل. كيف يعني أصبر؟
ترى يعني صراحة أن الواحد يجلس ينتظر على أعصابه صعبة ترى نوبة. يعني خلينا نكون واقعيين صح؟ جالسة تنتظر وتشوف التليفون يرد على ما تصل ما تصل ما تصل، إذا معناته هنا تنفقر. هذا ليس بصبر. إيش هو الصبر المفروض تسويه؟ أيوه تخلق أعذار، وبعد ما تخلق الأعذار مو تسوي، أيوه تنتقل مباشرة إلى عمل آخر. ليش؟ ليش تنتقل إلى عمل آخر؟ حتى ماذا؟ حتى ما تسيطر عليها فكرة إيش؟ إنه خيانة أو غيره. ليش؟ لأنه إذا سيطرت عليها فكرة الخيانة مو تسوي بعدين؟ أول ما يدخل مو تسوي، مو تقول له أول حاجة، مو تمسكه من هنا من دشداشته حمو ما ترد. قال لها أنا ذا اسمه كنت في اجتماع وبعدين البطارية خلصت، ما عرفت أتصل بش وخلصت البطارية، وهذيني تورى بخير وعافية. مو تقول له، إذا هي طبعا كانت تنتظر ما أتصدق، صح ولا لا؟ لأنه الذي أصلا يتبع هواه دائما مشاعره وأفكاره كلها سلبية، فأول شيء تتهمه بالكذب، الشيء الثاني تشك تعيش إيش؟ الشك. الشيء الثالث يخليها، شوفوا لاحظوا لاحظوا السلوك إيش يصير؟ تبدأ تتجسس عليه وتراقب تليفونه، مو يصير لها بعدين ماذا يحدث؟ غير الاكتئاب، يتدمر بيتها بكبره، صح ولا لا؟ لماذا؟ لأنها أول شيء ما عرفت تعمل عملية ضبط، لأنها لو كانت من الذاكرين وإيش بتقول؟ الله تعالى قال لي في مثل هذه المواقف. شوفوا إيش، شوفوا إيش إيش المشكلة. دائما الإنسان إن كان يجهل أمرا ما لا يعرف كيف يتصرف، ولكن إن كان يعلم، إن كان يعلم خلاص ردود أفعال، ردود أفعاله. عشان كذا في فرق طبعا بين النساء اللي دائما هن في مجالس الذكر دائما يطورن من نفسهن، دائما إيش يعلمن نفسهن، دائما إيش يراجعن ويجلسن في مجالس تدبر، إيش تلقيوهن؟ دائما نفسهن فيها إيش؟ هدوء. ليش؟ لأنه خلاص هي عارفة مثل هذا الموقف كيف أتصرف معه، مثل هذا العمل كيف أتصرف معه، وتدرب نفسه خلاص، لأنه إيش واجد. ولذلك تجدوا إنه النساء ما شاء الله عليهن اللي هن في دائما يطورا من نفسهن ولا يبخلن في تزكية أنفسهن، دائما في سمو وعلو، تجدوا دائما أنفسهن في سمو وفي علو. ليش؟ خلاص هي ذاكرة وبالتالي عندها ضبط. فحتى في واحدة من الأخوات مرة من المرات رسلت لي رسالة وهي تضحك، يعني تقول عن نفسها، تقول زوجي يشتكي. قلت لها مما؟ قالت يقول لي أو أنت صرتي واجد هادية من بداية الدخل هذه مجالس الذكر مع هذه الأستاذة. فهي فرحانة طبعا. ليش؟ تقول كان لساني فقط شكوى بس اشتكي، وبدأ هو ماله يتذمر، يعني في النهاية أنا بتحملش. لكن بعدين إيش صار؟ بدأت تفهم أنه كثرة الشكوى ما هي إلا ضعف، بدأت تفهم هذا الشيء. فبدأ إيش تسوي؟ تحول الشكوى إلى إيش؟ إلى عمل نافع. بدل ما أشتكي أبدأ مثلا أقرأ لي آيتين، أبدأ أعمل لي شيء مفيد، فيصير إيش؟ يصير لها نفس تتكلم. بعدين قلت لها عاد أنتي نوبة ما تسحبي الأبساط كامل، ترى الرجال أحيانا يحب يحس أنه هو له قيمة، اشكي له بعض الأشياء بس كذا، ها مال إيش؟ مال كلمتين بس عشان يحس أنه هو موجود. عاد نوبتي ما تسحبي الأبساط كامل، لكن هي تقول وصلت إلى حد الاستغناء. شوفوا كيف الذي يزكي نفسه ويعلم نفسه، وهذا هو الذكر وهذا هو العلم، أن أتعلم أقرب أدوات وأتعلم أروح هنا وهنا وأعرف الطرق والأساليب عشان أقدر أضبط. ولذلك من يستطيع أن يضبط العقل الإدراك هيضبط ثلاثة أشياء، من يضبط إدراكه هيضبط ثلاثة أشياء. طيب كل واحد منهم له طريقة في الضبط، كل واحد العقل كيف أضبطه، يعني كيف أزيد علمي وكيف أزيد ذكري، كيف أزيد الذكر بحيث أنه يفوز على من؟ على الفجور اللي هو الجهل، وكيف نفس الشيء أزيد ثباتي. ألم يقل الله تعالى يثبت؟ أيوة. كيف الله تعالى هذا اللي يثبتهم؟ هذا لا عملوا عملية تدريب، تدربوا أصلا. نفس الشيء
الإنسان اللي يتعرض لإغراءات لكنه مع ذلك ثابت، ما يأخذ هوى، ما يقول أنا عندي مبرر وعندي سبب، لا، يثبت ويعرف أنه من يتق الله يجعل له مخرجة. كيف وصل إلى هذا الثبات في التحمل، يعني أنه هو يقضي على هوائه؟ نفس الشيء الإنسان الذي لا يصدق وساوسه، كيف قدروا أنهم يعملوا هذا الشيء؟ قال لك في رباعية تنقذك، أربعة أعمال للتزكية. الله تعالى يقول في كتابه الكريم: فأما من أعطى وصدق بالحسنى فسنيسره إيش؟ وأما من وكذب ماله فسنيسره. أنت كيف تمشي؟ تبغى تزكية لنفسك؟ قد أفلح من زكاها. طب تبغى تزكية لنفسك؟ عليك أن تقوم بهذه الأعمال. طيب كيف أقوم بهذه الأعمال عمليا؟ أنا أريد حاجة عملية. الآيات تعطينا معرفة، لكن لازم أحول المعرفة إلى تجريب، إلى عمل عشان أستفيد. طب كيف أسوي؟ ما هي التزكية أول شيء؟ زيادة، نقاء، رفعة، طهارة، صح؟ إيش الهدف لما أزكي نفسي؟ الله تعالى مو قال قد أفلح من؟ صح؟ وقالنا في آية ثانية: من هم المفلحون؟ معرضون، أيوة أيوة. وبعد قالنا شيء آخر: من هم المفلحون في سورة البقرة؟ الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة مما رزقناهم ينفقون، والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم. إذن الله تعالى خبرنا من هم المفلحون، وإيش صفاتهم، وإيش الأعمال اللي يقوموا فيها. طب الله تعالى قال قد أفلح من زكاها، وبعدين أعطانا صفات المفلحين. قالنا اللي صلوا، اللي زكوا يدفعوا زكاة، وقالنا الذين يؤمنون بالغيب، وقالنا يقيمون الصلاة، صح، وقالنا مما رزقناهم. تعالوا نشوف ذي الأعمال كلها نقدر نجمعها في أربعة أركان أساسية، بحيث أنها تعالج لي الأربعة أمور الموجودة في نفسي. رباعية التزكية: حتى تتزكى أول شيء عقلك. ما له عقلي؟ إدراكك. كيف يشتغل إدراكي؟ عشان كذا الله تعالى أنبياء ماله، أول شيء لازم يطور عندهم الإدراك، لأنك لن تستطيع أن تتحمل قومك ولا رفضهم، صح ولا لا؟ إذا أنت ما تضبط أعصابك إيش يصير؟ كما قام سيدنا يونس، ما ضبط أعصابه، صح؟ فإيش صار؟ طلع. ليش؟ لأنه ما عنده بعده، ما ضبطت عنده موضوع الإدراك، بعده ما ضبط عنده. أيوة، إذن هو هنا ما ضبط بعده، عنده مشكلة كان، ولكن بعدين الله تعالى ضبط له إياها. لكن هي الفكرة إيش؟ إن الله تعالى الأنبياء يقول لهم: إذا تريدوا تكونوا قادرين إنكم تكونوا أصحاب أثر ونفسكم تزكى، وكلمة تزكى أي ترفع، فترفعون ويرفع ذكركم، لازم أول شيء يرتفع لديكم الإدراك. طيب كيف يا رب يرتفع لدينا الإدراك؟ قال الله تعالى: وعلمها نبيه، اقرأ باسم ربك الذي خلق الإنسان، اقرأ وربك الذي علم بالقلم. تعرفوا إن من ضمن العلاجات التي تستخدم معالجة الأفكار هو كتابتها؟ إيش يعني؟ قال لك إذا تبغى تعرف شيء وتتعلم شيء، وكلمة تتعلم ترى غير عن تعرف، تتعلم يعني الشيء هذا مر بتجربة، وبعدين التجربة أعطت نتيجة وبناء عليها أنا وثقت. نرجع لي نبينا إبراهيم عليه السلام، ما قال لله تعالى: ربي أرني كيف تحيي الموتى؟ قال: أولم تؤمن؟ قال: بلى، ولكن ماذا؟ اطمئن قلبي. طب ليش؟ مع هو عارف إن الله واحد أحد، عارف إن الله خالق، لكنه يريد أن يحول المعرفة إلى ماذا؟ إلى علم.
لذلك أنت أصلاً في مراحل اليقين، أول شيء عندك علم اليقين اللي هو المعرفة، ثاني شيء اللي هو عين اليقين يرى بعينه، رقم ثلاثة إيش؟ حق اليقين. فأنا أريد أوصل إلى اليقين اللي يخليني بعدين لما أواجه مشكلة أعرف كيف أتعامل معها. فيقول لك لازم أول شيء المعرفة، إذا عرفتها مو تسوي، تكتبها، بعد ما تكتبها مو تسوي فيها، تتفكر في المعرفة. إحنا يوم نقرأ القرآن مو نسوي، مع أن الله تعالى قال وإذا قرئ القرآن استمعوا، ما قال اسمعوا. إيش يعني؟ يعني ابذل جهد عشان تسمع، لأنه في حرف التاء هنا، وحرف التاء من حروف الزيادة في اللغة العربية، وما زاد في المبنى زاد في المعنى، يعني إذا زاد حرف معناته المعنى يزيد. فهنا بدل ما أسمع لا أستمع. إيش يعني؟ يعني أبذل جهد عشان أركز في السمع، ما أستمع وأنا إيش هين عقلي، يعني أقول لها مو مشغلة تقول والله أنا أسمع قرآن، هي مشغلة وقالسة تطبخ الكيكة ولا في التلفون. فأين إذن الاستماع هنا؟ ما تحقق الاستماع. إذا الاستماع يعني أبذل جهد. ثم ماذا قال؟ وأنصتوا. إيش معناته الإنصات؟ الإنصات يعني ها التفكر، الإنصات بمعنى إنه أنا أتفكر. عشان كذا إحنا مو يوم حد يجي يحكي لنا شيء، تجي واحدة تشكي لنا همومها، لأنه إحنا عندنا مشكلة ترى في الاستماع، مو تجي واحدة تجي تحكي لي مشكلتها، لأني أنا سيئة في الاستماع مو بس أقولها ها أقاطعها أو أيوة هذه أشياء تحصل، أو أعطيها حل ماله جميل، أو تبدي تتكلمي عن نفسك نوب أنا كذا 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 كذا، أنا جاي أشكيلش، أنت سمعتيني وش أقول؟ أيوة سمعتنش، أيوة فهمتنش، بس بسيطة بسيطة، وتروح تدمرها. لا استمعت ولا أنصتت ولا تفكرت، لكن الذي يستمع وش يقول له؟ أنا أتفهم، خلينا كذا نفكر شوي شوي في الموضوع. أولادنا لما يجي يسألون سؤال هل نستمع لهم؟ ولذلك الأصل الأصل أصلاً فطرة الإنسان هو إنه هو إيش؟ يتساءل. إحنا مو قالسين نسوي للطفل لما يجي نكتمه اسكت عيب غلط لا تسأل هلكتنا دوك تليفون بعدين، وين في الواقع إحنا ما عارفين الإجابة. لكن لو قلنا له تعال نفكر مع بعض، تعال نشتغل مع بعض، تعال ندور على الإجابة مع بعض، أنا أعود الطفل هنا ماله يفكر. فإذا نقول لك إذا تريد فعلا أن يبقى العلم وتتذكره كل معلومة تكتب. عشان كذا دائما أنا الأخوات اللي تابعني في الذا أقول هناش الدفتر والقلم، ما تقيين من غير دفتر وقلم. ليش؟ لأنه إيش يسويين؟ وعلى فكرة كل واحدة تكتب والله إني أرى في حياتها تغيير، أشهد. وأعرف كثير من الأخوات ما بس مؤثرات في بيتهن، يعني ما حال نفسها بس متطورة، بل إن لها أثر على عائلتها كامل. وحضرت لواحدة من الأخوات يمكن تكلمت أنا قبل، كانت عاملة حفل مخلية أهلها كلهم يحفظون سورة البقرة، وما شاء الله عليهم سوت لهم حفل. إيش هذا الجهد؟ إيش اللي يخليها تسوي هذا الجهد؟ إلا لأنها أدركت وأيقنت إنها لازم تكون صاحبة أثر. ولو تسألوها بتقولش أنا كل حاجة أكتبها، والله إنه بعض الأخوات يراويني مذكراتهم، يقول شوفي كم دفتر إحنا نكتب، وإيش يسويان بعدين؟ الكلام يرجع له، كل كلام تكتبه في واقع الأمر يدون. ليش؟ لأن الله تعالى قال نون والقلم ما أنت بنعمة ربك، يعني أي شيء تكتبه عمرك ما راح تجهله ولا تنساه، بل سيذكرك الله تعالى به. فإذا تريد فعلا تكون من أهل الذكر، امسكي حتى الآية، تقرأ الآية حطي لش دفتر، اكتبي الآية، تأمليها، تفكري فيها، وشوفي ما الله تعالى يخبرك بها، فإن ذلك أحرى أن يذكرك الله تعالى متى ما احتجتي. ليش؟ لأن الله تعالى قال يثبت الله، فإذا يوم تحتاجي الله تعالى بيذكرش، كما ذكر أبو بكر في وفاة النبي ذكروا على طول، فكانوا مالهم
يكتبون، وفي نفس الوقت يحولوا هذه الكتابة إلى عمل، تطبيق، تطبيق عملي. وطبعا في فرق بين من يطبق وبين من لا يطبق. يعني واحدة تقولي لها مثلا على سبيل المثال الاستغفار ايش يسوي؟ يزيد الأموال. فتقول ليش؟ ما صحيح. طب انت طبقي. فلما تجي تطبق وتستغفر فعلا فتلاحظ انه أموالها صار عندها ايش هنا؟ يقين. وبعدين كل ما صارت عندها أزمة مادية مو تقول أروح استغفر، مباشرة يذكرها الله تعالى. ليش؟ لأنه خلاص المعلومة مالها بالتجربة. ولذلك إذا أردت أن تكون من أهل الذكر ومن أهل الإدراك طبق، اكتب، تفكر، اكتب، طبق، أو اكتب، تفكر، طبق، اكتب، تفكر، طبق. طيب بالنسبة لي الجزء الثاني اللي هو نعم تفضل حبيبتي، حتى الفكرة، حتى في التعامل مع الفكرة أيضا اكتبيها. ليش؟ أنا أقول ليش، لأنه إحنا بعض الأفكار ما حقيقية، تمام؟ بعض الأفكار ما حقيقية. طب كيف أعرف أنها حقيقية أو لا؟ قال ليش أصلا حتى في علم النفس الآن، اكتب الفكرة بعدين جلس حللها، شوف إيش أسبابها، بتكتشفي بعدين أنك أنت كنت تخافي من لا شيء. يعني مثلا في راسك فكرة مخوفتنش، تمام؟ خلينا نقول هذه الفكرة خلينا نقول مثلا انه انا برسب في الامتحان. جيبي هالفكرة هذه، الفكرة انه انا برسب، ليش بترسبي؟ تحللي شوفيها، انت ذاكرتي؟ ايوه ذاكرت. انت كنت تراجعي اول باول؟ ايوه كنت راجع اول باول. شوفوا تحليل. تبت تتفكر، كنت دائما انتبه للمعلمة؟ ايوه انتبه. اذا ليش انا خايفة من الرسوب؟ يبدأ الإنسان يسأل نفسه ليش أنا خايفة؟ طب أنا عملت اللي عليه، خلاص أتوكل على الله. لأنه لما تحط الفكرة كذا تشوفيها بعينش غير لما أيوة تكون واضحة. حتى يسموها في علم النفس إيقاظ الحواس. ولذلك يعني بعطيكم تسريبة من الدورة اليوم، إذا أردت لشيء أن تدركه وتتأكد أنه هو حقيقي المسه. ما تشوفوا أحيانا مثل الحين قصة هذا الجن اللي مال السكن، أنا كنت هناك موجودة؟ هل أنا شفته ذا الجني؟ إذن هل هذا مدعاة إنه أنا جالسة أفكر فيه أو حتى أخاف؟ في ناس على قولتهم الصوت في نزوة وهم في بيوتهم، قالك ما نرقد، ما نرقد الليلة، ما نرقد اليوم. ليش؟ طب هو في نزوة؟ لا لا لا، بيجيني أنا بعد، بيخصش انتي يعني، بس لانش انتي شايفة الانستا مال عمان وشايفة ذاك، بس بيجيش انتي من زد عمان كلها. ليش؟ بس لانها ايش صدقت شيء ما حللتها الفكرة. لو جلست كذا تحللها بتقول تعالتو انا ليش خايفة؟ حتى الناس اللي تخاف من المسلسلات والافلام الرعب انا كماش هذا سر زين، ليش تخاف؟ فكك الموضوع، طلع أصلاً ما هو ما الخوف من الأشكال، الخوف من النزقة. يوم يجي نزقونا هي ذي النزقة، بتجي كذا فجأة تجي كذا لحظة، هي ذيك بتفزعنا. ففعلاً إنه أنا بس أنتبه إنه في شيء اللي هي النزقة أصلاً، أنا ما خاف الموقف نفسه وإنما النزقة. وأيضاً بعض الناس لما كان بعض الأخوات، كنت أقول لهن يا أخواتي الغاليات لما تكونوا في خلوة من الخلوات، بعض الأخوات كان يقولن نسمع أصوات، نحس حد يمشي جنبنا، مدري ويش. فكنت أقولهم استمروا، كانوا يقولوا لي أستاذة لكن نسمع حد يضرب بالحصاء مدري ويش. فطبعا هذه هي مخاوفك. ليش؟ لأنت قصة وطاعة. وقلنا إبليس مو يسوي، يحب أنه يتصيد لك في الطاعات، فيبدأ يوهمك أنك تسمع صوتا وأنك ترى. ما دمت ما مسكته بيدك ذا الشيء بتقول بخطف، إذن هو ما حقيقي. وسأخبركم عن قصة أبلغت بها عن امرأة كانت تعمل جلسة تدبر في بيتها، وكانوا صايمين هي وأولادهم قربين الأكل، قربوا وخلوا، وقالت إحنا لحد ما يأذن الأذان إيش نسوي؟ عملية إيش؟ تدبر أنا وأولادي. فتقول حاطين كذا هالأكل في الطاولة، وكلنا حوالين الأكل أنا وأولادي في الطاولة، وفي مزهرية
جنب يعني الطاولة، فتقول أول شيء المزهرية طاحت، فتقول حال أولادها تشير إليهم إنه ما تخلوها. إنزين طبعا هم استمروا، فهو مو سوى الشيطان، أوهمهم إنه نفس الشيء. ماله تخيلوا العيش قلبه، أوهمهم إنه العيش من كب طايح. طبعا الصغيرين مالهم مرة ثانية، الأكل بناكل، ففزعوا مرة ثانية، فقالت لهم ثبتوا جلسوا جلسوا مكانكم، خلونا نكمل. فما إن أكملت حتى وقاية تأكل، خلاص خلصوا وأذن الأذان، العيش مكان والمزهرية مكان. شفتوا كيف ماذا يفعل الوهم؟ يخليك تحسب إنه اللي... طب أنت ما مسكته، أنت ما مسكته بإيدك، أنت بس شايفه لكنه ما حقيقي. ولذلك خدعة اللي هي 3D، ما تشوفوا أحياناً في أشياء تبين كأنه ثلاثية الأبعاد، يوم تجي تشوفيها أصلاً هي عبارة عن طول فعرض بس. فخدعة ما دمت لا تلمسها. يعني مثلاً أنا ممكن أرسم لش هذه، هذه زجاجة الآن أمامكم، ما أقدر أحس بطولها وبعرضها وبارتفاعها إلا لما. ولذلك سميت اليد بالعين الثالثة، هي هذه العين الثالثة التي أبصر بها. ولذلك اليد مالها نعمة، ونسميها إحنا اليد دلالة الإحساس، نقول لك أيقظ حواسك. وعلى فكرة في علم النفس، النفس يستخدم هذا الشيء، إنك إيش تستخدم حواسك. لأنه أحيانا نقول لك مثلا أنا أشوف إنه في حد يهاجمني، طب لمسه هذا اللي يهاجمك، لمسه حقيقي ما موجود، إذا معناته اللي جالس تتوهمه ماله غير حقيقي. شفتي كيف؟ لكن من تو غادية تقومي حتى لو سمعتي الصوت، ما دام ما شفته بعيني وما لمسته ما حسيته، إذا هو غير حقيقي. لذلك في آية الله تعالى يخبرنا ماذا نفعل بالنسبة للأفكار. يقول لك التحقق وإيقاظ الحواس. تبغى تتأكد هل ذي الفكرة حقيقية، تدرب إيش أفكارك بحيث أنك ترفع نفسك وتزكيها. يقول لك إيش، ماذا يقول الله تعالى؟ ثم ارجع البصر كرتين. ها ماذا يعود؟ ها ينقلب إليك البصر خاسئا، هتكتشف أنه كذبة. ارجع مرة ثانية، يعني فكرة، لا جاتك فكرة صح، ارجع اكتبها أو ارجع المسها. إذا كان إلها دليل مادي إذن هي حقيقية، إذا ما إلها دليل إذن هي إيش؟ هل تستحق أنه أنا أفكر فيها أشغل نفسي فيها؟ لا. نفس الشيء اللي تشك في زوجها، شفتي دليل؟ لا ما شفت، بس كذاك إحساسي يقول لي، أنا إحساسي ما يكذب. لا إحساسي شي يكذب، بعد إبليس ما مات، فإحساسي شي يكذب، سامحيني. مدام ما شفتي بعينش وما اعترف بلسانه، ها ما اعترف بلسانه، ما تقولي يا خول إلا إذا رأيتي بعينك دليلا ماديا. أنتوا حتى عارفين الشهادة أصلا على الزنا، وهذا لازم تكون مالها أربع، ولازم يكونوا متفقين بالكلمة. لماذا؟ لأنه قد يتوهم واحد منهم، فإيش فيكون كذب؟ أنت ما شفت، أنت توهمت، تتظن أنه مثلا زوجتك أو زوجك خانك، وأنت بس لأنه فيش إيش وساوس، فتظن أنه أيوة. لأنه أحيانا مثلا شافها تكلم، شافها أو شافته يكلم الجارة، وهي مسكينة يمكن الجارة تسأله عن حاجة، وقفتنا تسأله يمكن شيء مستوي، وقاسة تسأله شفت ولدي أو حاجة، كلم جارتي خوني مو بينكم، وتصير تكره الجارة وتعصب على الزوج وما تسوي له أكل. طب إيش اللي صاير؟ بس اتخنتني، لا تأكدت ولا تيقنت، مع أن الله تعالى يقولها إيش، ثم ارجع البصرة، رجعي مرة ثانية وروحي حتى لين هناك قصة، سلام عليكم فلانة، أحسن الظن، سلام عليكم كيف حالش، مالش، سلامات مالش، شوفوا إحسان الظن. بتقول ولدي والله ما أعرف خارج، ما أعرف، إذا شافه كنت أسأل زوجك. ساعتها والله تستحي على دمها، بتقول يا ريتني ما تكلم، صح؟ وكثير تحصل مثل هذه المواقف. رقم الرغبات، كيف أتحكم بالرغبة؟ الصبر، اصبر. ولذلك الله تعالى قال وبشر الصابرين. رقم أربعة، كيف أتحكم بمشاعري؟ الصلاة. ليش؟ ما الله تعالى قال إلا المصلين
ما تكلم عن المشاعر، قال هلوعة، وبعدين قال من إلا المصلين. إيش فكرة الصلاة؟ كيف يعني الصلاة تضبط الهدوء عندي؟ ها؟ أنتم متأكدين بعد ما تصلوا تجيكم راحة؟ عب ليش تعصبن على أولادكم؟ ها جاوبني، ليش تتنازعن؟ ليش أي موقف ينرفزكن؟ ها؟ ما كل صلاة. طب ما المقصود بالصلاة؟ كأنش إيش؟ كأنش ما صليتي. لذلك أصل الصلاة، أصل الصلاة تضبط لش مشاعرش، فإذا كانت المشاعر ما تنضبط معناته في مشكلة في الصلاة. وعموما الصلاة هي ما عرفنا عنها اللي هي الاتصال بيننا وبين الله تعالى، اللي هي ركوع سجود إلى آخره. وأيضا الصلاة هي كل عمل نافع يخليني ماله مستقر أو هادي. من ضمنها، من ضمن الأعمال النافعة الآن اللي تستخدم للهدوء، اللي هو التنفس. لما تعمل تتدرب على التنفس رح يضبط عندك المشاعر. حتى أنت لما تجي تصلي أول شيء خذي نفس وبعدين دخلي في الصلاة، خذي نفس وشوفي كيف تضبط الصلاة معش. إذن هذه هي الأربعة أمور اللي نستطيع من خلالها نضبط النفس ونزكي بها النفس. أول شيء نرفع الإدراك عن طريق العلم، والعلم لا يتم إلا بثلاثة أمور: كتابة، تقريب، ثم ماله؟ كتابة، تفكر، تقريب. كتابة، تفكر، تقريب. أما الرغبات عن طريق الصبر، أما تدريب على الصبر، أما اللي هي المشاعر الصلاة والهدوء. أما أي فكرة تجيني لا تصدقيها حتى تتحققي منها، ترجعي تفكري مرة ثانية فيها، تبسطيها كذا وتشوفيها هل فعلا حقيقية ولا لا، هل لها دليل؟ إذا ما إلها دليل ما إلها قيمة ولا تستحق أنه أنا أفكر فيها. هذه هي رباعية التزكية للنفس. سبحانك اللهم بحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. سبحانك اللهم بحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. سبحانك اللهم بحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. اللهم اهدنا في من هديت، وعافنا في من عافيت، وتولنا في من توليت، واصرف عنا شر ما قضيت، إنك تقضي بالحق ولا يقضى عليك. تباركت ربنا وتعاليت. اللهم اغفر لموتانا وموتى المسلمين، اللهم جازهم بالحسنات إحسانا وبالسيئات صفحا وعفوا وغفرانا. اللهم وارحمنا إذا صرنا إلى ما صاروا إليه، اللهم وارحمنا إذا صرنا إلى ما صاروا إليه، واعف عنا إنك أنت العفو الكريم. وصلى اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.